بعد مرور نصف عام على محاصرتها لبلدة الدراز الصامدة، جربت قوات المرتزقة الخليفية الغادرة حظها العاثر اليوم في اقتحام البلدة التي تحول فيها منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى خيمة للمعتصمين الذائدين عنه، مذ أصدر السلطات آل خليفة حكمه الجائر بنزع جنسيته. أهالي الدراز المقاومون نزلوا إلى شوارع البلدة مرتدين الأكفان دفاعا عن كرامتهم، واشتبكوا مع المرتزقة الذين اعتقلوا ما لا يقل عن شابين وأصابوا آخرين بجروح، فيما توافد المئات إلى ساحة الاعتصام أمام منزل الشيخ مرددين لشعارات الثورة البحرانية الخالدة ومعاهدين على الذود عن المقدسات ومهما كان الثمن. محاولة بائسة أثارت غضبا عارما في مختلف قرى وبلدات البحرين، وكانت بني جمرة سباقة في الخروج بمسيرة قمعها الخليفيون بكل قسوة، فيما ضجت بلدات أخرى بالدعوات لتنظيم مسيرات احتجاجية هذا اليوم. وكانت دعوة علماء البحرين إلى النزول في تظاهرات حاشدة هذا اليوم هي الأبرز. هذه الحماقة ما كان للخليفيين أن يقدموا عليها لولا الدعم الذي يلقونه من المجتمع الدولي، وخاصة أمريكا وبريطانيا اللتان وضعتا حقوق الشعوب تحت أقدامهما بعد أن سال لعابهما للنفط ولعقود الأسلحة مع أنظمة الخليج القمعية. لكن روح الثورة المتجددة في هذا الشعب لا تعرف الخنوع ولا الذلة ولا الاستسلام لعصابة باعت نفسها والوطن للخارج، وسيجرف صوت الثورة البحرانية الهادر الطغاة الخليفيين، ولن تنفعهم حصونهم ولا القواعد العسكرية الأجنبية التي دنسوا بها أرض أوان. Gulf security is our security. This week I'm in Bahrain to attend the Gulf Cooperation Council to reaffirm our partnership with GCC countries and to step up our defence and security cooperation.